الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. طبعا استعداد الفريق بعد الصعود للمباراة النهائية استعداد جيد مع الجهاز الفني والإداري، وأيضا ما يبذله كل الناس لخدمة هذا الفريق للاستعداد والفوز بالكاس إن شاء الله. وأنا أدعو جميع الجماهير سواء من شياب وشباب وأطفال للوقوف وراء الفريق للصعود إن شاء الله والفوز بالكاس والاحتفال بالملعب من جميع الجهات إن شاء الله، وشكرا. الفريق احنا رايحين إن شاء الله نحقق المطلوب بإذن الله تعالى، وانا ان شاء الله واثق من لاعبيني كل ما دام هناك في شغل اداري، في شغل جهاز فني، في تكوين اللاعبين، فاكيد انه رايح يثمر عن بطوله باذن الله تعالى. وهذه نحن اعتقد هذه البطوله احنا نتمنى تكون من ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء في البدايه احب اشكركم انتم كلجنه اعلاميه متابعه للفريق، تشكر لكم هذه الجهود المبذوله. فالاستعدادات الحمد لله رب العالمين، مثل ما تشوف الفريق استعداد تام على قدم وساق، والجهود مبذوله طبعا من قبل اللاعبين ومن قبل كجهاز فني او جهاز اداري، وتجهيز اللاعبين معنويا بدنيا لياقيا لهذه المباراة. وإذا ما أضيف إن شاء الله هذا الإنجاز أو هذه البطولة لهذا الفريق فهو إنجاز يضاف إلى هذا الفريق، إذا إنجازات هذا الفريق العريق طبعا. ونتمنى إن شاء الله وندعو جميع الجماهير، جميع الشباب محبين لهذا الفريق من الفرق الأهلية الموجودة في ودام الساحل، فريق الجزيرة وفريق الاتحاد وفريق الرائد، ندعوهم للوقوف خلف هذا الفريق ومساندته في هذه المباراة. والإنجاز إنجاز للجميع، ليس لفريق ودام الساحل فحسب، بل لودام الساحل كاملة عامة من الشرق إلى الغرب. هذه ودام الساحل، وإحنا ما نفرق بين هذا الفرق أبدا مهما كان. وصل الجزيرة إلى النهاية، زحفنا خلف كل ويد، والحمد لله تحقق الإنجاز لفريق الجزيرة وفرحنا جميعا بهذا الإنجاز. اليوم دور فريق شباب ودام الساحل، ويجب أن هذول الناس بدون دعوة، يعني هذا فريقهم وهذه الفرق كلها تمثل ودام الساحل، يجب أنهم يزحفوا. وندعوهم دعوة لهذا الفريق، أخوانهم يساندوا أخوانهم، وقفوا خلفهم يحفزوهم إن شاء الله لإضافة إنجاز جديد لفريق ودام الساحل أو لودام الساحل بصفة عامة. يعني نتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع، وأشكركم مرة ثانية بعد، أشكركم مرة ثانية وأقدر لكم الجهود هذه صراحة خلف هذا الفريق، يعني كان على ملعب ودام الساحل أو ملعب خارج ودام الساحل، اليوم إحنا نتمرن في فريق السور، وأنتم ما شاء الله عليكم موجودين خلف هذا الفريق، جهود تشكروا عليها يعني، مشكورين، جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. طبعا وصولنا إلى النهاية، طبعا ما جاء من فراغ إلا باستعداد فترة طويلة، وهذا الشيء طبعا رسمته الإدارة من خلال التوجه إلى هدف واحد، هدف معين، ألا وهو الوصول إلى النخبة. والحمد لله وفضله توفيق من الله سبحانه وتعالى واللاعبين والجماهير ومعازرة الجماهير، وصلنا إلى النخبة. والآن طموحنا الآن إلى هذه البطولة، طبعا البطولة بتكون يعني البطولة على أرض ودام، طبعا هي الثالثة بتكون، بحكم أنه السنة الماضية فاز فريق الرائد بالبطولة الكاس الدرجة الأولى، ونفس الشيء في هذه السنة فريق الجزيرة أيضا حصل على الكاس، كاس النادي. وراح إن شاء الله نتمم هذا الفرحة في ودام تتويجنا إن شاء الله بالكاس. ومن هذه اللحظة طبعا ندعو الجماهير وجماهير الفرق وجميع المعازرين والمحبين هذا الفريق بالتوجه إلى الملعب، ملعب النادي غدا إن شاء الله، ومعازرة الفريق. وطبعا هو حافز جميع اللاعبين، طبعا الجماهير هي جمهور رقم 12 طبعا في الملعب،
وان شاء الله وجودهم ومبادرتهم ان شاء الله راح نحصل ان شاء الله الكاس، وان شاء الله بيكون في دعم ان شاء الله تعالى. طبعا اوجه شكر للجنة الاعلاميه ونفس الشيء والداعمين فيها، ونشكرهم جزيل الشكر على وقفتهم، وان شاء الله ان شاء الله الكاس ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اول شيء مشكورين على التغطيه الحلوه. طبعا مباراه نهائيه ودام النور، اول شيء نتمنى دعم الجمهور. الجمهور هو يعني المحفز الكبير طبعا لنجاح الفريق. طبعا جماهير مش يخص الشباب فريق ودام الساحل فقط، اخص الاربع الفرق الموجوده في فريق ودام الساحل، الرايد، الاتحاد، الجزيره، شباب ودام. احنا يعني كلنا كوكبه واحد، وكلنا في ان شاء الله في ربان واحد او سفينه وحده، ويقودها ربان واحد، وهم يعني نجاحنا ان شاء الله من نجاحهم باذن الله تعالى. المباراه النهائيه مباراه يعني لا تقبل قسمة على اثنين، معروفه يعني. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تعالى النجاح يكون لشباب ودام الساحل باذن الله تعالى. ان شاء الله ان شاء الله نجيب الكاس، ان شاء الله الكاس هو دام، ان شاء الله الكاس بنزبه. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على التوفيق من رب العالمين. مثل ما انت شايف الاستعداد الحمد لله للفريق يا السعد، حال المباراه النهائيه بشكل كبير فعال، يعني مثل ما شايف حضور جماهير، حضور الاداره واللاعبين، والتكاتف والتعاون موجود الحمد لله رب العالمين. ونسال الله ان شاء الله يكرمنا الفوز ان شاء الله في البطوله ان شاء الله. ودام كلها فريق واحد، ما نخص الاتحاد والله الجزيره والله الرايد، ودام كلها واحد، فرحتنا وحده. ومثل ما انت تعرف يعني اهميه يعني حضورهم يعني يعطينا الحين دافع قوي ان شاء الله في المباراه، وهم اساسا ما يحتاجون دعوه، اساسا هم بيجوا بيحضروا بتكاتفوا وبيساندوا ان شاء الله الفريق باذن الله ان شاء الله. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الفريق كما تشوف انت الاستعداد على قدم وساق، يعني الشباب ما مقصرين في كل مواظب على التمارين، الجهاز الفني ما مقصر، الاداره ما مقصره، الجمهور بعد ما مقصر، ونقدم لهم دعوه على المباراه النهائيه يازرونا ويوقفوا معنا كما وقفوا معنا في المباريات الماضيه، وان شاء الله ان شاء الله نفرحهم ونفرح البلاد من اتحاد ورايد وجزيره، نكون فريق واحد ان شاء الله ان شاء الله، ونفرح الشباب ان شاء الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، اول بدايه نشكر التغطيه الطيبه ومشكورين وما قصرتوا، واستعدادنا مثل ما تشوف استعداد طيب، المدربين والجهاز الفني والاداري ما مقصرين معنا يعني، واستعداد طيب ان شاء الله. ونطالب ان شاء الله بالجماهير، جماهير ودام كلها يعني تكون معانا وتازرنا، وان شاء الله الكاس ان شاء الله من حليف حليفنا وحليف ودام ان شاء الله كلها. والدعوه ان شاء الله للجماهير انهم يوقفوا ورانا ويساندونا، وان شاء الله نظفر بالكاس ودام كلها يعني ان شاء الله. ان شاء الله يعطيكم العافيه وما قصرتوا، تغطيه جميله جدا، ونشكركم جزيل الشكر، وان شاء الله ما نفرح جماهير ودام كبرها يعني من فريق الرايد، فريق الجزيره، فريق الاتحاد، وان شاء الله كنا حن قلب واحد يعني، وان شاء الله نتمنى البطوله ان شاء الله من نصيبنا، لان من فتره طويله نعاني، وان شاء الله ربي وفقنا ووصلنا الى المباراه النهائيه، وان شاء الله ما منخيب ظنكم مهما كان يعني، وان شاء الله مشكورين، جزاكم الله الف خير. العفو. نتمنى الفريق يعيد مثل الاول يعني، يصير له مضى يوصل نهائيات، يوصل روايل، خذ الكاس، خذ يعني ونشوف السنه. الحمد لله رب العالمين، نشكر الله والحمد على وصلتنا حق الاشياء هذه، نتمنى ان شاء الله تفوز وتترك فرحه ودام وفريق ودام وشباب ودام. شيابنا ياسين على البحر يتمنى، فرحانين يعني وصولهم الان لواصلين فرحان، احنا لعبنا مع الجزيره، قلنا الجزيره ودام كله واحد، سعودي نعتبره واحد، سواء الجزيره نتمنى الجزيره، سواء الودام نتمنى يعني واحد. الاسم اسم ودام، احنا نمشي باسم ودام ان شاء الله، كلنا الاربع الفرق نعتبرها ودام يفوز ولا يشيل احد واحد، ونطلب من جمهور الجزيره وجمهور الرايد وجمهور الاتحاد يوقف معنا، هذا اللي نتمناه، انها تكون ودام ان شاء الله، نفرح بالكاس ان شاء الله.